فنان عايزه تأجر رحم وخناقه على عمليه تخسيس. هو ايه يا جماعه النوش ده؟ حصل ايه؟ تعالوا نشوف بوب كورن على رؤيه مصر. الفنانه الكوميديه شيماء سيف قررت تعمل عمليه تكميم للمعده علشان تخس، وفعلا ظهرت في برنامج وباين عليها انها خست كتير من وزنها، وكمان قالت انها خست 50 كيلو بعد العمليه. بس يظهر ان الموضوع ده ضايق فجر السعيد، وبصراحه مش عارفين ليه ضايقها كده. المهم فجر السعيد كتبت على حسابها: شيماء سيف ضعفت وبقى دمها تقيل. بعد الكلام ده شيماء سيف نزلت فيديو ليها على اغنيه كلها غيرانه للفنانه شيرين عبد الوهاب، وعلقت عليه وكتبت: الافيهات وخفه الدم بلساني مش بالدهون والكرش. واخده لي بالك يا صفرة، تعالي اشربي معايا شاي عشان انا مقاطعة. الفنان علاء مرسي كان بيحتفل بكتب كتاب بنته، وحضر عدد كبير من اصدقائه في الوسط الفني، وكنا شايفين الفرحه في عين علاء مرسي. كل ما حد من صحابه الفنانين يوصل والاجواء كانت مليانه حب. ومن الفنانين اللي حضروا الفنان محمد امام واشرف زكي ومحمود عبد المغني وسليمان عيد وبيومي فؤاد وعمرو عبد الجليل. بس اللقطه الاشهر في كتب الكتاب هي ومحمد هنيدي خلاص خارج من كتب الكتاب وكان بيوصله علاء مرسي وفضل يشكره، وراح قايل قدام الكاميرات: محمد هنيدي جالي مخصوص من الرياض وساب شغله ورجع تاني دلوقتي. وراح ماسك ايد محمد هنيدي وبسها وقال له: انت عمنا الكبير. وطبعا كان واضح على علاء مرسي انه فرحان جدا ان محمد هنيدي حضر كتب كتاب بنته. بدلة غريبة وكلام مش مفهوم والناس مستغربة هو بيعمل ايه؟ ده أحمد الفيشاوي اللي اتفاجئنا من حركاته ولبسه في العرض الخاص لفيلمه الجديد بنقدر ظروفك. فالفيشاوي ظهر ببدلة غريبة ولابس حلقين وطلب من الناس كلها انهم يرجعوا ورا، وبعدها قال: انا محضر لكم مفاجأة. وكان ماسك في ايده شنطة هدايا وخرج منها بونبوني وفضل يحدفه على الصحفيين. وظهر الفيشاوي كمان جوه قاعة العرض وهو في حالة غريبة وبيقول كلام مش مفهوم، حتى مخرج الفيلم ما كانش فاهمه هو بيقول ايه ده. وناس كتير على السوشيال ميديا انتقدوا اطلالته وكمان طريقته. يا ترى احمد الفيشاوي كان ماله؟ بص، الموضوع ده حصل واحنا في العرض الخاص لفيلم بنقدر ظروفك، فحاولنا نسال الفنانين عن رايهم في الشغل مع احمد الفيشاوي وهل هو مغرور ولا لا. فتعالوا نشوف قالوا ايه عنه. صريح جدا وعلى طبيعته جدا 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 وشخص تلقائي. احمد شخص تلقائي، فعشان كده ممكن الناس تفهمه غلط. وكنا بنعمل لقاء مع احمد زاهر واتكلم عن المواصفات اللي عايزها في عريس بنته ملك. تعالوا نشوف قال ايه. بيجي ياخد الجوهره دي لازم يبقى مقدرها. اقول له: يا عم ربنا يخليك، ميرسي. لازم يكون بيحبها ويتقي الله فيها وما يزعلهاش مره واحده في حياته، يعني ده طلبي، يعني انت فاهم. ولازم يكون بيحبها جدا ومقدر، يعني ان انا بناتي انا مربيهم كويس قوي وهم يعني بالنسبه لي انا هم جواهر. فاللي يجي يقدر الجوهره دي مش ماديا خالص، مش بتكلم على فلوس، انا بتكلم ان يجي يقدرها حبا وعقلا. هو ده اللي هيستاهلها. ما بقاش عندي رحم ولو فكرت اخلف الفتره اللي جايه هاجر رحم. دي الفنانه حوريه فرغلي اللي خرجت بتصريحات جديده عن الانجاب والتبني، وقالت خلال لقائنا معاها من ايام انها كانت نفسها يكون عندها اطفال ولكن مش هتقدر تخلف علشان شالت الرحم. وظهرت حوريه فرغلي في تصريحات جديده وقالت انها ما عندهاش مشكله انها تاجر رحم لو فكرت تخلف الفتره اللي جايه، وشايفه ان موضوع تاجير الارحام مش حرام. انتوا كمان قولوا لنا رايكم ايه في موضوع تاجير الارحام. عشان خلاص اكيد 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 مش هينفع اخلف، اكيد مش هينفع اخلف، شلت الرحم. قلت طب ليه ما اشتغلش مع الاطفال. واستنونا في بوب كورن جديد الاسبوع اللي جاي على رؤيه مصر.